لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس، سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده، سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة، 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، ألف أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن إضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس، سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده، سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة، 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، ألف أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن إضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. لو موجة الكورونا الأولى عادت عليك بسلام، يبقى لازم تحمي نفسك من الموجة التانية كمان. وعشان لازم ننزل ونتعامل مع الناس، سواء في الشغل أو دراسة أو أي تعاملات، يبقى اللي المفروض نعمله نقوي مناعتنا. وعشان كده، سيليكس هيقدم لنا حماية سداسية متكاملة، 6 في 1، أعلى نسبة فيتامين سي، أعلى نسبة زنك، ألف أوميجا 3، حمض الفوليك، كمان فيتامين ه والسيلينيوم. سيليكس بيعمل على تقوية وحماية كل خلايا الجسم، ده غير تقوية الذاكرة والتركيز والنشاط، وده مهم عشان الدراسة والشغل. وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط، وكمان آمن مع الحمل، وحماية متكاملة للأم والجنين ونمو صحي. مش بس كده، سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة، لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهون. مع سيليكس لتغذية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر. سيليكس 6 في 1، حماية ثلاثية، طعم لذيذ، شوكولاتة، بودر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاصه 10 أضعاف القرص، ممكن إضافته على كوب لبن ومفيش مشاكل في البلع ولا المعدة. سيليكس متوفر في الصيدليات، معتمد من وزارة الصحة المصرية. مع سيليكس احمي نفسك وعيلتك. رجعنا لكم تاني. السمنة المفرطة مش مجرد مرض، ده متلازمة أمراض، يعني لا تأتي فرادى أبدا. عادة تلاقي مريض السمنة المفرطة معاه ضغط، سكر، خشونة، وكثيرا من الأحيان اللي بنشوفها دلوقتي مشاكل في الخصوبة. زمان كان مريض السمنة المفرطة مخير بين أمرين صعبين جدا، يفضل زي ما هو يواجه المشاكل الكتير ومضاعفات السمنة، يا إما يروح على الجراحة مضاعفات الجراحة. لكن دلوقتي الموضوع مختلف تمام، إحنا في ثورة تقدم جراحات السمنة المفرطة، وكمان دخول المناظير، بقى الموضوع سهل خالص لدرجة إن هو بقى one day surgery، جراحات يوم واحد، والمريض تقريبا بيخرج في نفس اليوم، وبنشوف مشاكل الحمد لله يعني بقت منعدمة، مش هقول قليلة يعني، ما بنسمعش عن مشاكل العمليات السمنة المفرطة.
وخصوصا برضه بعد وجود جيل عملاق ومؤهل جدا من جراحين السمنه المفرطه زي ضيف النهارده. يكفي ان انا اقول لكم ان عن ضيف النهارده ان انا الاسبوع اللي فات اول ما نزلت اعلان الحلقه على الصفحات بتاعتي، ودي كانت اول مره تحصل من ساعه بدايه البرنامج، ان الاقي كميه تليفونات وكميه رسائل احنا عايزين نتواصل معاه، عايزين تليفون وعايزين نروح له، احنا بنسمع عن نتائجه المبهره. لو حضرتك تعرفه او لا يا جماعه ده دفعتي، طب عايزين تليفونه لو سمحت الشخصي، عايزين نروح له، احنا بنسمع كل خير عن النتائج بتاعته. ضيف النهارده دكتور نادر ناصف، مدرس واستشاري الجراحه العامه وجراحه السمنه المفرطه والمناظير بكليه الطب عين شمس، وحاصل على الدبلومه الامريكيه لجراحات السمنه المفرطه. نورتني يا فندم. نورتني يا دكتور امير، اتشرفت بيك. انا بس عايز اعرف الناس في البدايه يعني ايه سمنه؟ يعني ايه سمنه مفرطه؟ يعني ايه اوفر ويت، زياده الوزن؟ ايه ثلاث مسميات افرق بينهم ازاي؟ تمام. طيب يعني لما هنتكلم عن السمنه عايز اوضح للناس انه هي ما بقتش عباره عن وزن ولا مقاس ولا شكل وخلاص. السمنه خلاص بتعرف انها مرض، ومرض وبيتتبعه مجموعه امراض تانية بتيجي معاه. زي ما حضرتك كنت لسه بتقول ما بيبقاش مرض واحد، لكن كل مرض بيجيب التاني. فبالتالي ابتدينا نبقى شايفين ان هو مرض لازم له علاج، ولازم له علاج جذري يخلص القصه تماما. وزي ما كنت لسه انت بتقول ان وجود المناظير، وجود الدباسات الجراحيه، خلى ان الموضوع في الاخر يوم بيتقضي في المستشفى، الدنيا بتبقى سهله وبسيطه، فيه مش صعبه خالص زي زمان، يقضي بقى على السمنه بمضاعفاتها كلها. السمنه عامه هي تجمع طبعا من الدهون في جسمنا، ودايما لما اقول تجمع الدهون مش عايز الناس تركز مع الدهون الخارجيه، الناس تقول لك انا عندي كرش انا عندي شويه دهون، مش ده الحقيقي. الحقيقي هو ان في زي دول كتير جوه الجسم، سنترال بالظبط، اللي هو بقى على الكبد، فما بين الامعاء، الكلام ده كله، وده بيدي اكتر واكتر مشاكل اكبر بكتير. فدايما نقول انه ما تبصش بس للي بره، فبالتالي دايما بوزن الوزن كله وبحسب ما يسمى بمعامل كتلة الوزن. ومعامل كتلة الوزن ده في حد ذاته كل ما بيرتفع ابتدي اشوف مرتفع زائد ابتدى يسبب امراض ولا بس مرتفع. لو بس مرتفع، لو عدى من الاربعين كده خلاص احنا بنشخص سمنة مفرطة. يعني ايه كلمة سمنة مفرطة هنا؟ معناها هشوف مضاعفات كتير من السمنة. معناها لو سبت نفسي كده هخش في مشاكل كتير وحاجات كتير احنا مش قدها. معناها لو بس عملت دايت ولا رجيم احتمالية النجاح موجودة، مش موجودة بس قليلة قوي. وعايزة مثلا تقعد عامل دايت سنتين مثلا ولا حاجة، فده برضو حاجة مش سهلة خالص. يعني خلينا نذكر للناس كده المضاعفات، يعني خلينا نخوفهم شوية بمعنى أصح. يعني لا يعني احنا مش بنخوفهم، بس احنا بنحاول نخليهم يساعدونا ويبقوا هم زي دكاترة لنفسهم ياخدوا بالهم من الحاجات دي. عيان السمنة عادة أول حاجة بيبتدي يجيله ضغط، بيبتدي يجيله سكر من النوع التاني. الضغط بيروح لدكتور القلب وياخد علاج للضغط. السكر بيبدأ ياخد أدوية للسكر. بعد كده يجيله مفاصله تبتدي تقع بتوجعه، وزن تقيل جدا على المفاصل. وبعد كده عندنا حاجات بقى دي اللي ما فيهاش هزار خالص، زي لا قدر الله توقف النفس أثناء النوم، سليب أبنية. ده المريض لما بيجيلي بسأله انت في وسط الليل تصحى على زي كرشة نفس او زي مش قادر تاخد نفسك، يقول لي كتير جدا. اقول له طب انت لما تصحى الصبح تحس ان انت كأنك ما نمتش بالليل وصحي تعبان مع انك نايم؟ يقول لي جدا، وساعات اروح الشغل كأني نايم. دي بقى من الحاجات المضاعفات اللي ما فيهاش هزار خالص، لا قدر الله ممكن مرة يتوقف النفس ما يعرفش يرجع تاني. مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا جدا. فدول بناخد بالنا منهم قوي. وطبعا بيبقى حلو قوي وانت بتتابع المريض بتاعك وانت عارف ان هو بياخد ادويه ضغط وادويه سكر وادويه حاجات كتير، ويبتدي مع كل زياره وهو بيتابع معاك في العياده يقول لك انا وقفت ده والسكر، انا وقفت ده والضغط، انا وقفت كذا، فيبتدي يبقى خد حل جذري خلص له القصه كلها. فعلا انا بشوف نتائج مذهله، مش كقصه وزن بس، انا بشوف مرضى فعلا ضغط وطول عمرهم بياخدوا ده وده، اول ما وزنهم بيبدا ينزل بعد العمليه لرقم معين، فعلا تلاقي بدون اي علاج. يعني الناس اللي كنت بتلاقيها ارقام عاليه 180 على 120 200 على
100 وحاجه، بس فجاه تلاقي ضغطه نزل لوحده وانت بتشوف منه ارقام عمرك ما شفتها عليه. احنا بنقول ان السمنه بتسبب امراض مش بس بسبب الكتله الدهنيه، لكن هي بتعمل نوع من الالتهاب في الجسم، فبيبتدي يبوظ حاجات كتير في الجسم بهرمون. يعني في حتت اقصد علميه باثويز انه الشخص من الدهون يبتدي يواجه مشاكل. التمثيل الغذائي بتاعه عموما كله الضغط بتاعته مش مظبوطه، كله بيطلع. وطبعا الحته المهمه جدا اللي معانا النهارده اللي هي قصه الخصوبه. بيجي لي ناس كتير جدا وزنهم تقيل بقالهم فتره مش بيقدروا يحملوا، عندهم تكيسات على المبيض، وبعد فتره تبتدي الدنيا بعد العمليه تتحسن جدا جدا ويفرق معاهم جامد يعني. لدرجه فعلا انا كنت بذكر حتى المره اللي فاتت المرضى اللي بيجوا فعلا باوزان عاليه كده وعايزه تعمل حقن مجهري، انا اقول لها اتفضلي فلوسك روحي اعملي بيها التكميم وهتكسبي كذا مكسب، مش هتكسبي بس الحمل، لا انت هتكسبي اولا مش حمل واحد، انت بعد كده تحملي سبونتينيوس او تلقائيا لوحدك بدون اي تدخلات او حتى تنشيط، هتلاقي نفسك حملتي، هتكسبي نفسك بقى وصحتك، هتعرفي تلبسي لسنك، هتبقي زي ما حضرتك عم نعمل بقى الصور بتاعت الحالات بتاعت حضرتك. حلو قوي حته سنك دي اللي انت قلتها بالظبط، لان انا عندي مرضى كتير يجوا لي دايما ده يكون التعبير انا صغرت 10 سنين، ال 30 كيلو اللي خسسوني دول بقيت زمان اقول لاولادي انزلوا اتفسحوا انا ما اقدرش اقعد اجري وامشي والكلام ده، دلوقتي بقيت انا بمشي معاهم واصغر في السن. ممكن نعرض بس الصور بتاعت حالات دكتور نادر، انا صراحه يعني صور رائعه. انا احنا عندنا مجموعه كبيره قوي من جدا الصور منها صراحه. تمام. صراحة الشغل يعني ما شاء الله عليك بيتكلم عن نفسه يعني مثلا هنا هو معانا مثلا مريضة ودي دوبك عدت شهرين ثلاثة من العملية، ما كانش أكتر، كانت 110 وصلت حوالي 88 في وقت قصير قوي وبتكمل، والحالة العامة كويسة خالص الحمد لله. نجيب صورة تانية مفيش مشكلة. دي برضو مريضة تانية، دي برضو كانت داخلة كانت حوالي 115 وبعدين بعد العملية دلوقتي وصلت حوالي 65، كان آخر زيارة ليها معانا. نزلت النص تقريبا. طبعا لا العملية بتخسسني 50 لـ80%، دي مثلا كان وزنها 115 دي دلوقتي 73، برضو فرق كبير جدا. عندنا طبعا امثله كتير جدا، صور ممتعه عندي كتير جدا جدا. مثلا برضه من 110 بقينا حوالي 73 74، فطبعا فروقات كبيره جدا. وانا دايما بقول ان احنا بنحاول نعمل مجتمع للناس اللي عايز تعمل عمليه، لان بيكون في حد طبعا كلمه عمليه بتخلي الناس تكش. عمليه لا الناس تسمع كلمه عمليه تخاف على طول. احنا عايزين نطمن الناس ان ده ما بقاش الوضع خالص. اول حاجه المنظار سهل الدنيا جدا، تخش تعمل عملية كبيرة مليانة تفاصيل كلها في الآخر أنت طالع عندك 3-4 تعوير مش جروح، فتحات المنظار أكبر فتحة فيهم سنتي ونص، ودي اللي بتدخل الدباسة الجراحية عشان نعمل القص، بس في الآخر ده بيخلي إن الوجع على الجسم قليل جدا جدا، بيخلي الموضوع مش كبير قوي كده. إحنا كده كده كمان أي حد هيتواصل معانا للعيادة أو كده بنحب نخليهم يقابلوا بعض، يعني أنا خايف من العملية وانت عملت العملية تعال نتكلم، لا يا عم ده حصل كذا الوضع كذا، يبتدوا يطمنوا بعض. يعني بنعمل عندنا جروبات فيسبوك واتساب وكده، ينفع اي حد يخش حتى يسأل اي سؤال اللي هو عايزه بقى، يا جماعة من خبرتكم ايه الاخبار كده يعني، ولا هيرد عليه بقى اللي هو الخبره والطبيب يسال مجرب ومسال، لا الطبيب هيرد عليك واللي مجرب كمان هيرد عليك. ايوه بالظبط، احنا اللي بنعمله فعلا كده بنتابع كلامهم كلهم مع بعض ايه، لكن بنسيبهم هم يقولوا لبعض الخبره الشخصيه. لكن بس اقصد انه انت دلوقتي لو قعدت في اي قعده النهارده ولا اي خروجه ولا كده غالبا بتلاقي على الترابيزه في 2-3 عاملين تكميم او تحويل، والموضوع بقى الحمد لله بسبب العمليات بالمنظار، بسبب الدباسات الجراحيه، بسبب الخبره مع اوزان. طبعا احنا اوزان دلوقتي عماله تعدي جامد جدا، فلما بيجي لي حد وزنه 120 ولا 130 ده بالنسبه لي خفيف، يعني لما بنوصل ل 180 و200 ماشي يعني ها يا دوبك يعني. ودول بقوا كتير، بقوا كتير مش عدد قليل يعني. ايه انواع العمليات بقى؟ انا اسمع عن تكميم طيب. تحويل مسار بالون بالظبط. احنا عندنا انواع عمليات كتير قوي وكلها بتبدا بان انت لما تيجي العياده نعمل لك تقييم. التقييم ده بيشوف وزنك وطولك وبتاكل ايه وبتحب ايه وايه اللي بتاكله كتير، كل التفاصيل دي. ومنها ابتدي اتحرك ناحيه تكميم
لا تحويل، لا شفط دهون، لا كبسوله، يعني ايا كان كل عمليه متفصله لصاحبها، مش هو اللي بيختارها، هو اللي يقدر فمثلا اول حاجه ببتدي احسب معامل قطعه الوزن واشوف هو كام. مجرد ما عدى من ال 40 ابتدي اسال الشخص على نوع الاكل بتاعه. لو بياكل رز وعيش ومكرونه ونشويات التكميم هينفعه قوي. لو بياكل سكريات في الاساس يقول لك بشرب لتر بيبسي في اليوم، بيجي لي كده في العياده يقول لي بشرب لتر بيبسي في اليوم ومش ناوي ابطل مثلا. فدي بتبقى القصه بالنسبه لنا، بتحصل كتير. فعلى حسب بقى نوع اكلك مع نوع وزنك نبتدي نقرر. يعني مثلا خلينا ناخد مثال اهو دلوقتي عمليه تكميم المعده. تمام. دي كده عمليه تكميم المعده. دي الجزء اللي بيتبقى في الجسم ده الجزء اللي بيتشال. فده كده الجزء ده هنشيله خالص. والجزء ده هو اللي هيتبقى. فاحنا كده اتبقى عندنا الحته دي كده. طب انا اخس ازاي؟ اول حاجه انا عندي هنا هرمون الجوع كان بيطلع في الحته اللي انا شلتها دي، فهي دي نفسها انا لما شلتها الشخص بيجي بعد العمليه يقول لك انا بقالي اسبوع ماشي على سوائل ومش جعان اصلا من اساسه. تاني حاجه طبعا دي انت ما تقدرش تاكل عليها غير طبق صغير خالص، حاجه صغيره جدا. انبه على الناس انه بياكلوا بروتين عشان ده المهم، وبياكلوه كذا مره، يعني ما ياكلش ثلاث وجبات زي زمان، بياكل خمس ست وجبات كل ثلاث ساعات ياكل الوجبه بتاعته، بس في الاخر وجبه صغيره. فده لما بيحصل ان انت بتبقى بتاكل كميه صغيره نوعها مش محتاج بقى، عارف الواحد يحس انه عايز يدب اكله جامده عشان يحس ان هو ممتلئ او عيش او كده، لا مفيش الكلام ده خالص. شويه جبنه بيضه بشويه خضار هيبتدوا يحسسوا انه هو شبعان، فكده اللي داخل الجسم مفيد ياخد المفيد ويسيب بقى بالزبط الحاجات اللي كان بيعك فيها زمان. بالظبط كده. فهي دي الفكره ان بتخلي الشخص يخس من 50 ل 80% من الوزن الزايد بتاعه. تمام. دي عملية تكميم. نيجي لتحويل المسار. تحويل المسار ببساطة شديدة ان انا بخلي الاكل ما يمشيش في المسار الطبيعي بتاعه، بعمله باي باس، بخليه في حتة يفوتها. فالحتة دي كان بيحصل فيها امتصاص، فالامتصاص ده ما حصلش، فبيروح حاصل انه الاكل يخش من المعدة، ناخد حتة كده صغيرة من المعدة على الامعاء على طول، فكل الدهون اللي كانت مفروض تمتص، كل الحاجات دي، كل ده خلاص. دي ميزتها طبعا بتخسس بقوه، ان انت ترجع عليها ان انت ترجع تتخن صعب شويه، لكن الفكره كلها في انه اللي بتقدر لو حصل واكلت سكريات مش هتتخن جامد منها. يعني دي مثلا تخيل حطينا عليها لتر بيبسي، ما هو البيبسي هتمتص هتروح فين؟ لكن الثانيه لا، الدنيا بتنفع معاها في الحته دي. فدي التحويل. نقطه سريعه بس عن التحويل قبل ما نسيبها، التحويل بالنسبه لمرض السكر، مرضى السكر طبعا التكميم والتحويل الاثنين يكادوا يكونوا بيشفوا مرض السكر. طبعا بكلم على السكر من النوع الثاني مش من النوع الاولاني. ده بيبقى انه التحويل والتكميم بيأثروا فيه تأثير كبير جدا. يمكن التكميم بيبان دورها جامد كل ما يكون المريض جاله سكر من سنتين بس او ثلاثه، وكل ما يتأخر جاي لي عنده سكر بقاله 15 سنه يبقى التحويل بالنسبه له اظبط. والمهم قوي يعني الواحد يقوله في الحته دي انه التكميم هتخلي السكر يروح من خلال انها هتخسس الشخص كله. التحويل ممكن يدوبك شهر ولا اتنين بعد العملية ولسه مخسش كله، ويبتدي يقلل أدوية السكر، يبتدي يوقفها، يبتدي الأمور دي تظبط معاه كويس قوي. طيب قصة بقى البالونة اللي سمعنا عنها الجديدة دي، عشان في ناس كتير يعني سألتني السؤال ده وقالت أسأله حضرتك. الفكرة الجديدة فكرة الكبسولة. الكبسولة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن كبسولة بتتبلع بعدين بنملاها وهي في البطن، فتبقى عامله بالظبط زي البالونه بس زمان البالونه كانت بالمنظار، فبخش ادروخ شويه ويحطوا لي حاجه لغايه ما احطوا البالونه. الكبسوله دي انت ما بتاخدش اي بنج ولا اي حاجه خالص، تاخدها ومجرد بنعمل اشعه بس لما نخلص نطمن انه الامور ماشيه كويس وانه قادر خلاص الدنيا استقرت في مكانها واتملت كويس والكلام ده. لكن زي ما كنت بقول كل حاجه ليها الحاجه اللي تناسبها، فالكبسوله مش هتخسس زي البالونه، اقصاها 10 15 كيلو. فينفعش تجيلي واحد وزنه 150 كيلو وده يطلب كبسوله او بالونه. 150 كيلو ومثلا طوله 170 مثلا او 180 حتى، ما ينفعلوش غير يا تكميم يا تحويل. احنا بنتكلم جوه التكميم والتحويل، لكن يجي يقول لي عايز اعمل شفط دهون او عايز اعمل كبسوله او بالونه، انا لازم اشرح له الموضوع والمناسب ليه. هي دي النقطه. كمان قصه الكبسوله دي بتفكرني بحاجه، هو قصه اللايف ستايل. ما انت خلاص تاثيرها الثلاث شهور خلص، لو رجعت زي ما انت في النشويات والاكل قبل النوم وهترجع، هم ال 15 كيلو خسيتهم هترجعهم تاني. كلام حضرتك صح 100%.
لازم في حته بنقولها دايما، بنقول ان عشان الشخص يوصل لوزن كويس عندك ثلاث حاجات لازم تعمله. عمليه معموله كويس ومتشال فيها كل المناطق المهمه انها تتشال، دي اول حاجه. نمره 2، المريض يبتدي يساعدني في ان هو يغير طريقه تفكيره. يعني انا لما اقول لك ان في مريضه على اليوم الخامس من العمليه تكلمني تقول لي اكل حاجات قد كده، طب ازاي حضرتك حتى المعده لسه بتلتئم؟ فهنا بتلاحظ ان المشكله العمليه خلصت لكن الدماغ مش هتتغير، الدماغ مصممه تاكل كميات. ناس تانية كتير بقى يبتدي شكلهم يفرق جامد قوي، فهم يقرروا ان هم يساعدوا نفسهم، خلاص بقى ناكل كويس بقى، مش عايز يرجع للي كان عليه، مش عايز يرجع يبوظ الدنيا تاني. الحاجه الثالثه، نبتدي نتبنى حياه اكثر صحه، نتحرك، نلعب شويه رياضه، خضار. انا متخيل لما حد وزنه 150 كيلو ما اقدرش اقول له العب رياضه، يلعب رياضه ازاي؟ لكن نبتدي ينزل، نبتدي اقول يلا بقى نبتدي نتحرك ونلعب رياضه. الناس بتخاف من الالم بعد العمليه. اوكي، طيب الالم عايزين نقول فيه كذا نقطه. اول نقطه زي ما اتفقنا ان المنظار، الاول عايزين نوضح للناس بس يعني ايه كلمه منظار. منظار هي فتحه صغيره بخش من جواها، ابقى باصص جوه البطن، فالبطن كلها من جوه تبقى ظاهره على شاشه عندي اتش دي كاميرا، حاجه يعني بنبقى شايفين كل التفاصيل اللي بتحصل. وبعدين الات رفيعه نص سنتي او سنتي، هي دي تخش من فتحات تانية بتقدر بقى ايه تعمل عمليتك كاملة بالزبط. من خلال دول. فالفكرة ان انت لما بتصحى عندك من 4 إلى 5 فتحات، اكبر فتحة سنتي ونص. فالفتحة سنتي ونص دي بنقدر نعمل لها كذا حاجة. اولا هي تعويرة صغيرة، ما هياش الفكرة القديمة بتاعت جرح بقى كبير وقصة شكله ومش قادر اتحرك بقى وكلام، مفيش كلام ده خالص. احنا ساعتين بعد العملية لازم الشخص يكون بيتمشى في مستشفى، وبنكون بندي بنج موضعي للجروح الصغيرة دي، فيبقى هو حالته العامه كويسه ومش موجوع ويتحرك. عضلات جدار البطن نفسها ما اتفتحتش او ما اتفتحتش من بعد، بيفرق كتير خالص وخلاص. بعدين عندنا حاجه ثانيه اللي هو اسمه جهاز تسكين الالم. ده بقى قصه لطيفه جدا، كانيولا تتركب يتحط عليها البي سي اي، يتحط عليها ادويه المسكنات بتاعه التخدير القويه، تشتغل في المريض 48 ساعه. كلنا عارفين اول 48 ساعه هم اسوأ 48 ساعه، فبالتالي دي بتشتغل لدرجه انه انت عاده من ثاني يوم بطمن على المريض وخرجه من المستشفى، بيروح بيها البيت اليوم اللي متبقي ده، اليوم الثالث على طول يروح شايل الكانيولا بتاعته وخلاص والدنيا. فلا الالم بصراحه لا مش للدرجه دي خالص، بيبقى فيه الدنيا بتبقى يعني نقدر نظبطها مع التخدير مع مسكنات، بحيث ان المريض يكاد يكون ما بيحسش بوجع خالص. طيب انا دلوقتي عايز اعمل عمليه وخايف او قلقان. حلو قوي، ده سؤال مهم جدا. احنا في يعني لما بنفكر في ان انا عايز اعمل حاجه وقلقان، اول حاجه بتيجي في بالي عايز اخد معلومات عشان اعرف ده قلقي ده على يعني دليل ولا انا خايف وخلاص. فببتدي اول حاجه لما بتيجي العياده زي ما بحكي بنعمل تقييم كامل لوضع المريض، بعدين نبتدي نديله معلومات كامله عن العمليه بتفاصيلها بمضاعفاتها بكل حاجه بيسمعها من اول لاخر بنسبها. يعني بالمناسبه مفيش عمليه من غير مضاعفات، لكن لما يكون المضاعفات نسبتها لا تتعدى مش هقول لك 0.5%، ده في حاجات 3 في الـ1000 و2 في الـ1000 مش اكتر من كده خالص. فالاول بنشرح له الموضوع، وبعد كده بنخليه يبتدي يقابل ناس عدت في الموضوع قبل كده فيسمع منهم الخبره كلها ماشيه ازاي. فده بيفرق معاه قوي انه يبتدي يبقى اللي هو كان خايف منه يكتشف ان هو مش مرعب قوي كده زي ما هو متخيل. يعني طيب قصه المضاعفات بتفرق من تكميم لتحويل مسار؟ طيب هو طبعا كل عمليه بناء على ايه اللي اتعمل، في مضاعفات لاي حاجه وارشادات عامه لاي عمليه جراحيه لشخص تقيل في الوزن، وفي مضاعفات طبعا اللي ليها علاقه بالعمليه نفسها. يعني في المجمل المريض بتاع العمليه لازم بعدها يشرب سوائل كويس قوي. كلنا عارفين اي عمليه جراحيه وزن تقيل ما تشربش سوائل كويس قوي، دي لا قدر الله ممكن تدخلنا في جلطات. طب لا، لو احنا واخدين بالنا وبناخد الادويه بتاعتنا وبنشرب كويس، لا يبقى ان شاء الله ما نشوفهاش خالص. لكن ما ينفعش الشخص ينسى ويتحركش وياخدش الدواء بتاعه وما يشربش ويحصل معانا طبعا مشاكل. لكن في العموم اي وصله جراحيه بتاخد لها 2 3 أيام، وبيبقى كل المرضى بتوعنا متبلغين بالاعراض اللي لا قدر الله حصلت، على طول بيتابعونا بالتليفونات انا او اي حد من فريق الطبي المساعد، بيحس انه بيبلغونا على طول ايه الاخبار. ده كويس ان المريض يبقى عارفه احتياطيا بس. يعني الحمد لله. فاكر في مره حد دخل على جروب الواتساب وسال ايه المضاعفات، حد رد عليه قال له هتروح للدكتور هيشرح لك كل المضاعفات،
طنش كل الكلام الدكتور بيقوله. احنا كلنا الحمد لله كويسين وما حصلش حاجه. هي هي موجوده لكن الحمد لله قليل. طيب هي فعلا يعني مش هقول نادرا، انا نفسي ما سمعتش عن مشكله حصلت في تكميم او تحويل مصاب منذ زمن بعيد يعني. صحيح. يعني صحيح. يعني حتى دلوقتي انتم موضوع قصه زمان لما كنا ندخل مثلا واحنا نواب لما نيجي ندخل عمليه كبيره احجز سرير رعايه احجز دم، انتوا ما بتعملوش كده دلوقتي؟ تقريبا خالص يعني. حتى لسه في حد سألني هو الدكتور لما عمل لي العمليه انت دلوقتي حجزت لي دم ومش عارف ايه، كنت يعني ولاده وكده وكنت هحجز لها ده. انا لما عملت عمليه تكميم المعده لا حجزوا لي دم ولا حجزوا لي رعايه وطلعت في نفس اليوم يعني. لا هو صح من المرضى نفسهم. صح الجمله اللي حضرتك قلتها في الاول خالص، اتس ناو اتس ا داي سيرجري، داي كيس، يوم بقعده في المستشفى ساعتين ارتاح اشرب اطمن ان انت بتشرب كويس قبل ما اروحك، اطمن ان انت فايق وامورك كويسه، تاني يوم يلا باي باي الحمد لله على السلامه يعني. الموضوع ممتع صراحه وكلامك ممتع، عايز اكثر من حلقه، بس في النهايه امتعتنا واحنا مبسوطين صراحه، واعتقد يعني الناس كلها استفادت، انا نفسي استفدت النهارده من الكلام مع دكتور نادر. على وعد ان شاء الله بحلقه جديده وموضوع جديد، وموضوع جديد مع دكتور نادر برضه في قصه السمنه المفرطه والعمليات وتغيير مش مسار بقى، تغيير مسار الحياه عموما. الناس فعلا حياتها بترجع تاني، والناس بتمشي وناس بتشفى من الضغط والسكر، كل دي نتائج مذهله بتاعه جراحات السمنه المفرطه. نشوفكم ان شاء الله على خير في حلقه جايه وضيف جديد باذن الله. شكرا.